شو أنا؟ إيش بيني وبينك؟ موار بينك على عظمة؟ غلطت عليك في شيء من المكانات؟ وشايف إني وحيد ومتعنتق علي؟ تو أنت تجلس تهوهو كذاك على طول؟ لا إنك قادة وتطلع لي ولا مخليني أنزل لأروح أشوف عياني. أنت ما عندك شغل غيره؟ أصرخ؟ لا 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 كيف أصرخ؟ بيقولوا خايف من كلب، وبعدين فضيحة قدام البنية، أتشيل السالفة البحرين واشتغل أنا وشبه كلب. أقول يا كلب، أنت ما عندك حياة يسألوا عنك؟ كذاك بس مسبلينك؟ سير، أقول لك سير. وأبويا مالك يا أخذ الكلب؟ عمي عجل، عمي عجل. يا الله يا الله، عمي عجل، لا حول ولا قوة. إيه اللي حصلت يا عمي عجل؟ إيه اللي حصلت؟ هذا تو وش يسوي فوق الشجرة؟ خلنا راح أشوف. سير سير سير، وأبو يدق فيه بيفضحني هوا شهر جاي. سير إيه سير. مالك طيرته؟ والله يا أخي أبقى شحرصني. يحرسك؟ فكرت مذنك؟ لا مذني ولا شمشكين، كان قال شحرصني. والله زهرته، مالك حق. نعم مالك حق الحقيقة.